دكتور خالد. يعني طبعا حضرتك باعتبارك كنت امين عام امين صندوق نقابه الاطباء. النقابه هنا دورها ايه؟ لانه احنا اتكلمنا كتير قوي قبل كده في لقاءات كثيره سابقه على فكره لو لا سمح الله حصل اهمال طبي ودور الطبيب يعمل ايه والمريض يعمل ايه وكده. لا مش بنتكلم النهارده على ده. كان على فكره ان انا اروح الاقي بيتقال لي انه الفيزيتا ب 1000 جنيه واروح مكان تاني الاقيها ب 350 جنيه، فعندي تفاوت رهيب، عندي فوضى كده في الاسعار. وزي ما دكتور علي قال طبعا حضرتك اكيد عارف المواطن مش مستحمل ده. فلما يتعلق الامر بالصحه دي بقى بيبقى المواطن خلاص يعني محتاج الدوله يعني بجد تتعامل مع هذا الموضوع بشكل كبير جدا وشكل فيه تركيز كبير جدا. ايه دور النقابه يا فندم في ضبط هذه التفاوتات في الاسعار؟ اسمحي لي حضرتك بس ان انا ادي شويه ارقام علشان اوضح لحضرتك والساده المشاهدين حجم المشكله ودور العلاج الحر وكميه الجهد اللي بيبذل حاليا وازاي ان هم يعني شغالين فوق طاقتهم. لان طبعا احنا عندنا دكتور علي صحح لي احنا عندنا ما بين 95,000 الى 100,000 مؤسسه خاصه لتقديم الخدمه الصحيه سواء من عياده او مستشفى خاصه او مستوصف او مركز طبي. يعني انا لو هزور كل شهر مش كل يوم ولا كل اسبوع من دول يعني 12 مره في 100,000 يعني عايز 1,200,000 زياره. هل العلاج الحر لديه من القدرات البشريه ما يمكنه من القيام بهذا؟ الناس بيشتغلوا ليل ونهار وبيحاولوا، بالعكس الدكاتره بيشتكوا من العمل الزائد اليومين دول من العلاج الحر، لكن طبعا استحاله يقدر العلاج الحر يعمل هذا الكلام على المنشات المرخصه. طب لو قلت حضرتك ان في منشات غير مرخصه، في ناس بتفتح عيادات سواء اطباء او غير اطباء كمان ما نعرفش عنها حاجه، في ناس ثانيه بتعمل بالطب رغم ان هم خريجين كليات اخرى، دول مش مسجلين خالص عند العلاج الحر، ودول المفروض يعني اللي تدور عليهم البوليس والمباحث، زي ما مثلا في مباحث تليفونات وفي مباحث كهرباء. الناس اللي بياخدوا الخدمات خارج الاطار القانوني خالص مش مسجلين، يعني العلاج الحر عنده لسد بالناس المسجلين بيفوت عليهم. طب واحد فتح عياده ومش مسجل خالص ما رخصش عيادته، مين اللي هيعدي عليه ومين اللي هيراقب عليه؟ فالمشكله هنا بتبقى اكبر. عشان كده من زمان طرحنا ان يكون كل الخدمات ليها شرطه واحده، ما يبقاش فيه للكهرباء وللميه وللتليفونات وما يكونش فيه للصحه، للكشف عن الاماكن غير المرخصه اللي بتمارس الطب وبتعرض حياه المرضى للخطر وخارج الاطار القانوني كله ولا يوجد عليها اي رقابه. الجزء الثاني، بس قبل الجزء الثاني حضرتك عارف انك بدات بدايه مرعبه. انا ده الواقع مرعبه. لو في حاجه خمسة. لا بس هو بيتكلم اصل من 95 ل 100,000 مركز ومنشاه صحيه، ده حقيقي، ده اكتر من 100,000 واكتر من 1000 كمان وفعلا زي ما دكتور خالد ذكر ان احنا عشان نعمل 12 زياره بمعدل يعني 12 زياره يعني محتاجين كم؟ مليون. انا مش محتاج، انا هقول لحضرتك حاجه، انا مش محتاج ان انا اعمل زياره كل شهر. يعني انا في المنشات الطبيه المستشفى اساس العلاج واساس الطب اساسا، يعني المستهدف بالنسبه لي ان انا اعمل زيارتين في السنه للمستشفيات والمراكز الطبيه. طيب او خلينا نقول حتى انه لو جات لكم شكوى من مركز طبي ده اللي تروحوا او مستمر. مستشفى دي مستمره. هم طبعا في اطار يعني الناس عايزه تشتغل في اطار الحجم الـ يعني العماله البشريه والماديه اللي موجوده عندهم، فما يعني ما يقدر على القدره الا ربنا. لان اصلا مش المفروض وزاره الصحه هي اللي تقوم بالدور ده في اي دوله من الدول المرجعيه. المفروض يكون في هيئه زي ما قانون التامين الصحي الجديد قال هيكون يعني في هيئه مسؤوله عن الجوده، بتحدد مستوى الجوده، بتدي الاعتماد للمنشات الصحيه الخاصه، وبتراقب وتتلقى الشكاوي من المرضى، يعني في رقابه مباشره من الهيئه عليهم بتفتيشات مفاجاه زائد التجديد الدوري للترخيص بالجوده، وبتتلقى شكاوي من المرضى اللي هم متلقي الخدمه علشان خاطر لو في مشكله كمان ما لقيتهاش تروح تحقق فيها. تمام. فالمفروض ده يكون خارج الموضوع خالص. احنا ده هيطبق ان شاء الله مع التامين الصحي ان شاء الله، المفروض انشاء هذه الهيئه مستقله. والمفروض دي يكون اي اول هيئه تنشا، لان دي اللي هتجيب فلوس، مش هتاخد فلوس من التامين الصحي. الناس هتدفع ما هو اي مستشفى عايزه تاخد الاعتماد الترخيص. هتطلب منهم والاعتماد ده مش مقابل رسوم مقابل رسوم وتجديد مقابل رسوم. لو في بينالتي، لو في جزاءات على حاجات خاطئه هيكون برضو رسوم. تمام. فالمفروض ان دي تكون البدايه. وبعدين انا لما احدد مستوى الجوده اقدر احدد التكلفه. لان في الطب انواع كتيره من الجوده ومستويات مختلفه. كل واحده ليها تكلفه معينه. احدد التكلفه هقدر اتعاقد مع الناس بهذه التكلفه اكون صانع السوق.
اللي هو السؤال بتاع حضرتك بقى ليه بلاقي تفاوت؟ صحيح، مفيش صانع للسوق في مصر، الدولة لا تقوم بدور صانع السوق الحقيقي يعني. يعني التأمين الصحي ما بيتعاقدش مع عيادات خاصة بأسعار، إن مثلا الأخصائي بكذا والاستشاري بكذا، فيصنع السوق والناس تبقى عارفة إن تقدير المجتمع أو تقدير الدولة، لأن الدولة المفروض الصحة دي أمن قومي. وفي أي دولة في العالم مهما سمحنا بالاستثمارات في القطاع الصحي دائما ما تحتفظ الدولة بخمسين إلى ستين في المية من مؤسسات الخدمة الصحية. حق الإشراف والرقابة. لا دي 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 لا لتقدير يعني تكون مملوكة للدولة على أساس تقدر تتحكم، ما حدش يجي يتحكم. تقدم الخدمة. زائد إن هي بتقوم بدور صانع السوق وتحدد الأسعار وتحدد الجودة لكل المستثمرين في القطاع الخاص. حتى في القطاعات في المركز الخاصة والمستثمرين. طبعا والدستور بينص على كده وبيشجع الاستثمار في قطاع الصحة. تكون الدولة لا ما بينصش على 50 ل 60%، أنا بقول لحضرتك الدول الأخرى بتعمل إيه؟ وإحنا مصر هنا. لا احنا في مصر لسه حاليا الوضع مش موجوده لسه. لا مفيش اصلا علاقه خالص بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بس وبدل ما يكون في منهم تناغم وزي ما بقول لحضرتك كده تكامل زي ما هو مفروض في التامين الصحي في بينهم تنافس وتنافر احيانا. لا مش تنافر، هو بينهم تنافس وفي بينهم يعني سحب كبير جدا للقطاع الخاص للمرضى والاطباء والتمريض. طيب وكل حاجه من الدول. لا بيضعف الخدمه بيضعف الخدمه اللي بتقدم في القطاع الحكومي. أيوة لان طب. الدكتور اللي بيشتغل هنا هو اللي بيشتغل هنا، فاحيانا بيخل بـ 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 بالمكان اللي بيشتغل فيه عشان بيروح في القطاع الخاص ياخد اجر اعلى كتير قوي يا فندم. لا هو مش مساله بيخل يا فندم، هو ما بياخدش اجر خالص في القطاع العام يكفي لحياته الادميه، فبيضطر يبحث عن ما احنا كتير قوي يا دكتور. ما احنا كتير قوي قوي في حوادث سابقه لما كنا بنسال هو المستشفى دي فين الطبيب المناوب فيها او فين الطبيب، يتقال لك لا مش موجود اصله بيشتغل في عياده خاصه. ودي حقيقه. فالصراحه حضرتك بتقول عشان ما بياخدش اجر ادمي، ما احنا برضو كنا بنقول له ساعتها ايه، بنقول له لو حضرتك طالما ارتضيت انك تعمل في العمل العام ده هتلتزم. لا هو لم يرتضي، هو ده اللي موجود واجبار، وده نتيجه حتى وزاره الصحه لما قالت ان 60% من الاطباء غدروا. ليه يستقيل من العمل العام يا فندم؟ ما هو الناس بتستقيل وفي النهايه مش هيبقى في اطباء خالص، علشان خاطر بنفكر بطريقه خاطئه. انا ما اقدرش ان انا ما بتكلمش على الطبيب بس، انا بتكلم على الطبيب وعلى الموظف اللي بديله اجر لا يكفيه، فيضطر ان انا بعد كده الاقيه فاتح درج وبعدين اقول له ما تفتحش الدرج، فيلاقي ان الموضوع ما هو لازم ابتدي بالدستور انفذه. الدستور بينص ان يكون في حد ادنى للاجور يكفي لحياه ادميه. احنا عندنا مشكله دلوقتي الحد الادنى للاجور 1200 جنيه بعد الضرايب ب 950 جنيه، ده لا يكفي الحياه ادميه لاي اسره. فده لازم نواجه نفسنا ونتصارح ازاي كلنا كمجتمع نشتغل سوا عشان نغير ده، وعايزين افكار نعمل ايه. احنا في الطب لقينا فكره ودي الحل الوحيد للصحه في مصر اللي هو ايه؟ اللي هو التامين الصحي. تمام. التامين الصحي هيحدد لنا مستوى الجوده زي ما اتفقنا، هيحدد لنا من الذي يراقب، وده هيكون خارج الحكومه عشان الحكومه بتشتكي ان عندها عدد كبير عاملين خارج الحكومه وخارج القطاع الخاص. وخارج القطاع دي مؤسسه هيئه مستقله حيادية لكنها تابعه للدوله. تمام. واخده بال حضرتك؟ وفي فرق كبير قوي بين الهيئات التابعه للدوله والتابعه للحكومه. انا خلقت الخيط اللي كان ناقص عندي، انا ما كانش عندي اصلا علاقه ما بين زي ما حضرتك ذكرت وما بين الدوله والقطاع الخاص. ما انا حضرتك انا التقرير اللي حضرتك اللي اتقال فيه ده لما يعني كنت سباق للدكتور خالد سمير قاله ده، كنت عايز اوجد علاقه تمام في منظومه طبيه في مصر ان كل من بيعمل في خدمه مريض يتبع وزاره الصحه، وزاره الصحه هي المسؤوله عن المريض في مصر شئنا ما بينا. تمام. حتى اللي بيتعالج في مستشفيات قوات مسلحه بيتعالج في جامعه، المفروض ده مريض يبقى يتبع وزاره الصحه. ووزاره الصحه مسؤوله عنه تماما يعني. فلما قلت ان انا بحط يعني للعيادات عشان يعني موضوع الدكتور تروح للدكتور يقول لك انت راح انا في شهر 9 كشفك في شهر 12، الكشف ب 3000 جنيه وب 2000 ونص وكده، فحبيت اسبق واقول ايه، وقلت استرشادي كده واشوف رد الفعل ايه. لقيت فيه يعني هجوم كتير. يعني الممارس لما احط له اعلى سقف للكشف بتاعه 100 جنيه، والاخصائي لما يكون 200، واللي حصل على دكتوراه 400، واستاذ الجامعه 600، اعتقد ان ده يعني في ظل الظروف اللي موجوده وفي ظل الاسعار الموجوده اللي المواطن بيتحملها رقم مش قليل للدكتور، وما زال يعتبر حمل على المواطن. ايه اوجه الاعتراضات يا فندم؟ لا احنا بنبص من حيث المبدا، اولا في لما بيكون في اي موضوع بيثار اول حاجه بنرجع للدستور، بعد كده نرجع للقوانين ونشوف توافقها مع الدستور، نتيجه ان في قوانين قديمه
كتبت قبل الدستور الحالي بسنوات عديده بعشرات السنين يعني. الدستور بيقول ان كل عمل يكون مقابل اجر عادل وان ما لا يكون هناك اجبار على العمل الا في خدمه عامه ولفتره معينه وباجر عادل ايضا. بعد كده في الماده 26 27 28 بيحكي حكايه الاقتصاد المصري وبيقول الاقتصاد المصري معناها ان هو اقتصاد سوق حر بيقوم على التنافسيه و و دي نقطه. فما بقاش فيه فكره ان اجبار او مين يعمل ايه. وفي الاول خالص طبعا احنا عارفين ان الدستور بينص على المساواه وتكافؤ الفرص ومساواه بين الجميع امام القانون. فما تقدريش حضرتك تختاري اصحاب مهنه واحده من المجتمع كله وتقولي دول اصل المجتمع عشان غلبان او في مشكله دول هنجبرهم ان هم يشتغلوا بحدود معينه. حاجه يا فندم، المريض اللي بيروح لطبيب عشان يكشف عليه غير برضو يعني غير من حيث الاحتياج وغير من حيث الـ الضروره برضو غير لما اروح لمهندس استشاري عشان يرسم لي كلام حضرتك صحيح بيت ولا اعمل لي عماره ولا بتاع يعني برضه يا فندم الاحتياج والضروره هنا مختلفه. ايوه يا فندم كلام حضرتك صحيح وده موجود في كل العالم مش في مصر بس. او امي مريضه أيوة ولاقيه بيقول لي كشف 2000 جنيه ايوه يا فندم فيجوا الناس وزاره الصحه يقول لك لا احنا هنخليها 400 جنيه. خلينا نتكلم كلام موضوع عشان نوصل لحل بس. كل العالم فيه حوالي 210 دوله كلهم فيهم ابهات وامهات وفقراء وكل ده تمام. بيعملوا ايه دول العالم؟ ليه الاطباء في كل دول العالم بيحصلوا على من 3-4 اضعاف متوسط الاجور في اي بلد ما عدا مصر. مصر الطبيب فيها بيحصل على تقريبا على الحد الادنى للاجور تقريبا. فعشان حضرتك بتقولي ده ان الانسان لما بيروح للطبيب بيبقى في اصعب وقت وممكن يكون حياته مهدده ولازم الطبيب ده لان احنا لسه ما قلتش عوامل اخرى. نمره واحد يكون مدرب كويس. احد اسباب التفاوت ان في ناس متعلمه بره وناس متعلمه جوه وناس معاها دكتوراه وناس معاها زماله وناس مش متعلمه في الهند. لا 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 لا, لا. اشتغلوا ده مش في العالم كله. اتخرجوا واشتغلوا في الهند وفي اطباء خلصوا راحوا انجلترا أيوة ورجعوا. ده مش في العالم كله. العالم كله بيبقى وده النظام الجديد اللي احنا عاملينه برده كجزء من تطوير التعليم الطبي. لازم بيبقى فيه شهاده موحده وحيده في كل دوله اللي هي بقت البورد المصري وانشئ معهد التدريب حاليا والهيئه القوميه للتدريب والتخصصات الطبيه اللي هي اللي اسمها التدريب الالزامي الاسم السيء ده. ده المفروض اسمها ايه الاسم ايه؟ التدريب الالزامي ده اسم مش موجود في اي حته في مصر مش عارف مين اللي اختاره ربنا يسامحه. انما في اي بلد في العالم اسمها هيئه التخصصات الطبيه او التدريب الطبي. فدي بتبقى مسؤوله عن التوحيد القياسي لحمايه المرضى. مش بس التوحيد القياسي الكل لما يبقى واخد نفس التدريب ونفس عدد السنين هتلاقي قربنا قوي في المردود المادي المطلوب موحد. انما انا عندي النهارده استشاري معاه دبلوم وبقاله 20 سنه فخد استشاري اكلينيكي من النقابه وعندي استشاري معاه ماجستير وعدى عليه 10 سنين وعندي استشاري معاه زماله ومعاه دكتوراه ومعاه بورد ومعاه حاجات من بره. فطبعا كل واحد في واحد صرف على نفسه فلوس كتير جدا ومن حقه ان هو حضرتك انا ما قلتش استشاري